اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا والمنيو بتاعنا بسيط وسهل، ولكن الاسئله فيه كتير للامانه. موضوع البانيه او الفراخ البانيه او سكالوب بانيه، دي المسميات بتاعته، او البفتيك، عشان برضو احنا نبقى شغالين في اطار المسميات بتاعه الوصفه نفسها. معانا فراخ النهارده هنعملها فراخ بانيه. اسئله كتير، الفراخ بتنشف مني وانا بحمرها، بتكش مني، الخلطه بتسيب في الزيت، باجي اكل الفراخ الاقيها زفره، تستوي من بره وتبقى من جوه مش مستويه. الحاجات دي كلها هنعمل النهارده فراخ بانيه ونجاوب على اسئله عملي واحنا شغالين مع بعض. معانا النهارده كسرولة رز بالخضار، المسمى العلمي بتاعها رز كراتان بالخضار. ايه الفكره في الموضوع ده؟ انا حابب اجمع كل انواع الخضار اللي طبعا فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. البسله غنيه بالبوتاسيوم للامهات والسيدات الحوامل، الجزر مفيد جدا فيتامين سي وطبعا مصدر غني جدا، الكوسه مفيده للجهاز الهضمي وللقولون وبتساعد على الهضم ومفيده جدا لعلاج الامساك، كمان السبانخ غنيه بالحديد. كل دولت يا عم الشيف هيتجمعوا مع الرز المصري بتاعنا كربوهيدرات ونشويات، ونتوجهم بجبنه موزاريلا مع وايت صوص. اصبحت الهرم الغذائي قدامنا مع طبق سلطه خضراء وتعشت. نيجي للمانجا. المانجا احنا غرقانين في المانجا الايام دي بصراحه. ليا صديق في الاسماعيليه ربنا يديله الصحه، كل يوم يجيب، كل خميس يجيب لي كرتونتين مانجا. فالمانجا عندنا عايزين نعملها النهارده سموزي، نعملها مربة المانجا، نعمل كنافه بالمانجا، نعمل جمبري بالمانجا. افكار كتيره المانجا على فكره، انا ناوي ان شاء الله يعني نظبط الافكار بيها. فعايز اعمل سموزي المانجا النهارده بالزبادي، ونشوف نعمله مع بعض ازاي وياخد طعم الفانيليا، يعني نهرب من طعم المانجا شويه مع الفانيليا والزبادي، وبيساعد على الهضم. والمانجا مفيده جدا، ولكن نصيحه من مجرب بتاكل مانجا او بتاكل مانجا او عديد بناكل مانجا وسهرين سهره مانجا، نشرب كوبايه ميه بعد اكله المانجا زي القهوه كده. دايما القهوه تعلمنا الفرنساويين يعني لما يعزمونا على قهوه نلاقي فنجان القهوه جنبه او الاكسبريسو جنبه كوبايه ميه مشبره. نفس القصه، بناكل مانجا يبقى وراها كوبايتين ثلاثه ميه، اذا احنا مش هنشربها عصير. دي مفيده ليه؟ عشان نتخلص من الاملاح بتاعتها. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لاسرار لشويه اكل، فرصه نجاوب على اسئله السوشيال ميديا، لان احنا بنتابع صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى، وبنتابع حضراتكم بالتواصل والكلام الطيب اللي بترسلوه لنا طبعا وبتوصلونا بيه عشان نجاوب على الاسئله مباشره. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف خط سير الحلقه هيبدا معانا ازاي. معانا المنيو بتاعنا قيمته الغذائيه عاليه جدا، في شغل كتير على فكره مع ان مكوناته بسيطه في متناول الجميع. هنبدا باول حاجه ازاي نعمل تشكيله من الخضار مع الرز كراتان، ايا كان بقى نوع الخضار اللي انتوا حابينه، يعني ممكن تحط بطاطس، تحط قلقاس، اللي انت حابه، ارنبيط، بروكلي. انا اخترت شويه خضار كده لهم قيمه غذائيه عاليه جدا وفي متناول الجميع. تعالوا نشوفوا المقادير على الشاشه، والصوره الحلوه مع الالوان الطبيعيه تتكلم عن نفسها. معانا كوسه وجزر وبسله وسبانخ وبقدونس وكرفس وبصل وتوم، جبنه موزاريلا، رز مصري هو العصب وهو البطل بتاع الاكله دي. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سريعه كده واحنا شغالين مع بعض. طاسه على النار شديده الحراره، هنبدا نحط شويه زيت زيتون مع معلقه زبده صغيره كده او سمنه، ونشوح الخضار ده ونديله فليفر حلو وطعم حلو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بصلايه ناعمه اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نستنى على البصلايه دي تاخد لون كده، طعمها بيبقى حلو. احنا اتفقنا مع بعض درجات تحمير البصل بتدينا لون حلو، كل ما يغمق كل ما يدي لون حلو. المقادير الرز بالخضار على الشاشة، معانا كوسة ومعانا جزر ومعانا بسلة ومعانا كمان رز مصري وجبنة موزاريلا وبصل وتوم. حلو قوي. تعالوا نقلب دول كده مع بعض ونحط شوية زعتر حلوين علشان ريحة البصل والتوم ما تنتشرش في الشقة. معانا زعتر اهوت. اللهم صل على النبي. حلو. دايما بتحمري بصله، بتعملي شوربه، بتعملي بصله لاي نوع من انواع الخضار، اديها في طعم كده زي زعتر، شويه بهارات حلوين، تقومي تهربي من ريحه البصل وما يجيش طبعا الدخان بتاع البصل في عينيكي وتشم ريحه بصل. في ناس تحب تاكل التوم مثلا والبصل من غير ما تشوفه. البصلايه كده خدت لون وزي الفل مع التوم. ننزل بالخضار بتاعنا، اخطر حاجه ممكن تاخد تسويه هنا الجزر، فمقطعينه كريهات صغيره. حلوه. ومعانا كوسه، ومعانا بسله، ومعانا كمان جزر، ومعانا كوسه، ومعانا بسله. يا دلعك يا عم الشيف، كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. حلوه. السبانخ اخر حاجه، نقلب دول كده مع بعض. انا بشوف البعض يشتري كيس الخضار من السوبر ماركت جاهز، مش هنقول ان هو في منه اضرار ولا في منه مشاكل، بس انا ما بحبوش بصراحه. طب ما احنا عندنا كوسه حلوه والجزر والبسله، نشتري الحاجه دي ونقطعها بتبقى لطيفه وجميله، لان الجزر بيبقى كيس جوه كيس الخضار عامل زي السفنج كده، خلي بالكم يعني. دايما استخدمي الجزر طازه وفريش. زي الفل. تقلبها كده حلوه، واحنا بنقلب الخضار ده يا عم الشيف ونحط عليه شويه البهارات. معانا اهوت الحمد لله الرز المصري، وهو البطل في اي كفته، سواء بتعملي كفته اللحمه الجملي او كفته الجمبري او كفته اللحمه الضاني، ايا كان انت حباه. الرز تجيبيه تغسليه مره 2 3 وتصفيه من الميه، ما تخليش الميه في الرز علشان النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده فيه هي اللي بتعمل مشكله، فصفيه من الميه وسيبيه براحته كده، هتلاقي حبايه الرز نفشت معاكي واداتك النشويات اللي موجوده فيه. نشويات الرز غنيه ان هي تديك حته الكفته متماسكه، دي طريقه. الطريقه الثانيه انك تسلقي الرز ده 3/4 سوا وتبرديه في الثلاجه وتفرميه الاول مع التوابل والبصل والثوم، وبعدين تحطيه على اللحمه المفرومه او تحطيه على الجمبري حسب الرغبه، وهنعملها لكم ان شاء الله. تشكيله الخضار بتتشوى على النار بالشكل ده كده. عندي سبانخ شكلها لطيف وجميل، باخد السبانخ زي ما هي كده اهي. الله. كل ده خضار. هنا بقى ايه قيمه غذائيه، شوفوا ده الموضوع علشان نوصل لهدف. تشكيله الخضار ديت ولادنا دايما يعني مره يقول لك مش بحب السبانخ يا ماما، مش بحب البسله، مش بحب الجزر. فرصه انك تخليهم ايه ياكلوا الخضار، خاصه لما يلاقوها مع رز وجبنه موزاريلا. انا اقلب كده ونغطي الحله بتاعتنا دي ونسيبها على جنب. هي السبانخ كده كده اول ما تشم ريحه البخار والميه اللي بتغلي في الحله هتلاقيها هبطت، مش هتبان جوه الخضار بعد كده. شفت السبانخ كتير ازاي؟ هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. نغطيها ونسيبها. هي السبانخ كده الخضروات الورقيه اول ما بتشم ريحه النار بتهبط على طول. انا بخلص اللايف مع بعض على الشاشه وبنطلع لايف على السوشيال ميديا واقول لك الكيكه بالشوكولاته. نيجي للرز، هل هنحط الرز ني وتتساءلوا طبعا دلوقتي ولا مستوي؟ الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي ان الرز ده هحطه في ميه مغليه مع شويه ملح صغيرين بالشكل ده كده، ياخد ايه كده يحل في الميه المغليه دي كده، بس انا عايز استفيد بالنشويات بتاعه الرز. نحط شويه بهارات كده ونحط الرز بتاعنا ده كده في قلب الميه. نسلقه زي المكرونه، يعني بقى تقريبا نص سوا او 3/4 سوا، كانك بتسلقه مكرونه. معانا مين؟ يا جيهان، ازيك؟ ازي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين يا ست الكل. احلى شيف في الدنيا اقسم بالله والله. روح الله يبارك لك ويكبر بخاطرك والله. بسم الله ما شاء الله عليك. لا انا حبيت اسلم على حضرتك بس كده. ايه رايك في المنيو بتاعنا النهارده يا ست الكل؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا متنوع يعني الخضار موجود لكل الناس. بسم الله ما شاء الله، وحاجات بسيطه وحلوه ما شاء الله ومغذيه وصحيه ما شاء الله عليك. بتكلمينا منين يا ست الكل؟ المنيا يا فندم. المنيا الصعيد كله الجميل الحلو اللي رافع راسنا فوق. المنيا والصعيد وسوهاج وجنة حبايبنا كلهم في الصعيد بيحبوني، ده مسمين شوارع باسمي هناك المغازي. اشكرك يا ست الكل، روح ربنا يكبر بخاطرك. انا بحب الصعيد قوي على فكره. شوفوا الرز هنا مع الزيت مع الملح كله مع بعضه كانك بتسلقي مكرونه. شفتي؟ واسيبه في النار ياخد غلوه، بس غلوه ما تسيبوش بقى لما يبقى رز بلبن، خلي بالك. انا عايز الرز ده البطل في الاكله بتاعتي كده. احنا زي الفل لغايه دلوقتي. هنجهز الكسرولة بتاعتنا اللطيفه الحلوه اهي، كسرولة كبيرة هي دي اهي. اللهم صل على النبي تعالي. ومعانا الخضار اخباره ايه؟ شوفوا السبانخ اللي كانت من شوية مش عايزة تتقلب اهي، راحت السبانخ اختفت اهي. فين السبانخ يا شيف؟ الخضار ما كانش باين منها. اي خضار، سبانخ، سلق، خس، بيتعرض لدرجه حراره مع ميه بتغلي وبخار بيختفي بعد دقائق معدوده. طبعا عايز احافظ على خضاره ولونه الحلو كده زي السبانخ. الملح دايما ينزل على ميه بملح. لاحظوا ان انا حاطط ملح على الخضار قبل ما اقلبه. شفتوا شويه الخضار دول موسوعه، طاجن خضار لوحده كده. كوسه يعني الياف، قيمه غذائيه عاليه جدا، وعلى فكره الكوسه مفيده للقلب. القرع، الكوسه، الياقوتين، كل دي فصيله الدرنيات. الجزر فيتامين سي وغني عن التعريف. يقول لك يا اول نظر، لا ده كانت دي ماكوله زمان بس مقتصره على النظر. ده فيتامين سي زيه زي البرتقال واليوستفندي. البسله بوتاسيوم ومعادن وفيها سكريات كمان، السكريات بتاعتها مفيده جدا، غنيه بالجلوكوز بتاعها. معانا السبانخ مستودع من الحديد. الحديد بيغلى، السبانخ بترخص. حلو، كل دول مع بعض يا عم الشيف. والرز بتاعنا اخباره ايه؟ زي الفل. تعالوا نطبق الاكله دي نشوف نعملها مع بعض ازاي. دي عجينه الكريب عادي وبنحشيها سوسيز او الهوت دوج بالمسميات بتاعته، زي الفل. بس عجينه الكريب هنا نعملها ازاي؟ بنجيب الخلاط بنحط فيه كوبايتين من الحليب مع كوبايه من الدقيق وبيضه وبشره ليمون حلوه كده لطيفه عشان الزفاره بتاعه البيض، وشويه ملح وشويه فلفل. وبعد كده نخليها على جنب بعد ما نضربهم في الخلاط بمعلقتين زيت، ونجيب الطاسات ونعمل 30 40 حبه تكفي الجيران. والسوسيز نقطعه صغير كده، نديله بصله وتومه ونلفه. تعالوا مع بعض نشوف ايه موضوع الخضار. اول حاجه انا خضار اهوت، باخد من الخضار ده كده وبحطه في الكسرولة اهو. حلو، ركزي في الموضوع هنا بقى عشان الموضوع ده اول مره عينيا. حاضر، بس انا عايز بس اوصل معلومه هنا. واخد من الرز بتاعنا ده كده اهو، اللهم صل على النبي. الرز ده طبعا ملاحظين حاجه اهو، زيه زي المكرونه. باخد الرز وانا بشيله كده اهو، مش لازم اسيبه، وانزل بيه كده هنا. يا دلعك يا شيف، الطبق ده لما يستوي في الفرن بقى كله بينسجم مع بعضه. شفت الجو ده كده عينيا. شفت زي الفل. احط كمان طبقه رز. وانت بترفعي الرز هنا بقى الخبره، شيل الرز كده ببركته، يعني هيطلع معاكي شويه ميه عايزينهم، لان الرز هيكمل سواه فين؟ مع الخضار. ناخد السبانخ الحلوه اهي برده نفس القصه وننزل كده. طبقات طبقات، يعني طبقه من الخضار وطبقه من الرز. هنا في اطفال هنا بقى مش بياكلوا الخضار ده، بس لما نقدم الخضار ده بالطريقه دي اعتقد ان هم هيحبوه. خاصه نحط على وشه جبنه موزاريلا دلوقتي مخلوطه بقليل من الحليب والبيض، هيبقى طبعا الشكل مختلف. هي التركية برضو الاخيره وانا بقدمه دلوقتي. الله، شويه الخضار دول مهمين. ما انا استاذ شفيع عايزنا نصب، انا مش عايز انزل بالصوص كله. خلي بالك يا حبيبي، شفت ازاي؟ شفت الجو كده، ده مهم جدا. تمام، حلو قوي. شيل دي على جنب ونتعامل مع الرز. نفس القصه. شوفي بقى وانا برفع الرز اهو. هو ده، هي دي التركايه. شفت الرز ازاي؟ الله عليك. تاني تاني، عشان اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من التاني. هو ده. شفت الرز بينزل ازاي على وش الخضار؟ غني بالسوائل. حلو قوي. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض هندخل بيها الفرن كده. اما الجبنه والحليب والبيض وقت تاني، امتى هنشوف مع بعض. زي ما هي كده يا عم الشيف في درجه حراره الفرن عند 180. السؤال للاخراج الجميل، دي فوق ولا تحت؟ قول لي ولا تخبيش يا زين. الهرم الغذائي ده والجمال ده اللي فيه كل انواع الخضار من خير ارضنا، والرز المصري اللي بيتكلم مصري في قلب كاسرولة بيجمعهم الفن الطهوي على فين؟ على الفرن، في ارضيه الفرن. وحقوق الطبع لدينا وبس. هنقفل الفرن بتاعنا وناخد بعضنا ونطلع فاصل. في تركايه اخيره بقى بعد 10 دقائق من الان. هناخد الجبنه الموزاريلا مخلوطه بالحليب وبيضه ونقلبهم على بعض ونحطهم على الوش. اكيد هيعجب اطفالك. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعدت حضراتكم بتركايه اخيره للهرم الغذائي اللي جوه الفرن، اللي هو طاجن الرز بالخضار كراتان. الرز المصري خد وقت على النار لغايه لما استوى تقريبا نص سوا. وبعدين عندنا تشكيله من الخضار شفناها مع بعض. ايه التركايه؟ معانا شويه حليب حلو، دول كفايه. معانا من البيض بيضه حلو قوي. معانا من الجبنه الموزاريلا الكميه دي. شفتوا بقى التركايه الحلوه دي كده ده كل الجبنه الطبق ده بهديه لطلبه الثانويه العامه اللي نجحوا النهارده، هديه مني. كل حاجه حلوه بتلاقوها فيه اللي بيحب البشاميل ويحب الاكل الحلو ويحب الحاجات اللي فيها موزاريلا شويه الملح، شويه الفلفل الاسود، سنه بابريكا صغيره، كل دول يا عم الشيف وشويه زعتر، وبقلبهم بالمضرب كده. بيضه، جبنه، حليب، شويه بهارات شفناهم مع بعض، وشويه بقدونس مفرومين. الرز بتاعنا اللهم صل على النبي بصي لي عليه بصه كده قبل ما انزل بالبهريز اللي عليه بصه حلوه. ايه الجمال والدلع ده هاخده كده واخد الخليط اللي انا عملته جبنه حليب، شفت الدلع والحليب ينزل كده على الرز حلو. طب ليه يا شيف مغازي ما دخلتش الحليب الخلطه اللي عملتيه دي في لازم الرز يستوي الاول مع الخضار. قصه اللازانيا كده لو انت عايز عليها جبنه جبنه انا بقى هتسيح مع البيض مع الحليب، هتديكي شكل جراتان برونزي لطيف جدا. عايزه تحط شويه زيتون مخليين كده مفيش مشكله. جودي انت بقى، انا عايزك انت تبقى احسن مني. انا قلت انا بساعدك في المطبخ، دوري مساعد ليكي في المطبخ. الحليب ده ينزل كله هنا كده. درجه حراره الفرن عندي 180 زي ما هي، بس انا مش هدخلها الفرن غير لما اسمع من كل الساده المشاهدين اللي بيتابعوني دلوقتي الكلمه الطيبه اللي هي بتقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. هناخد الطاجن ده كده ندخله الفرن ابتكار زي ما هي كده اللهم صل على النبي، وتخش الفرن يا عم شيف تقيله خلي بالك اللهم صل على النبي. دي عندك في عملتها على الغدا تاكلي منها يومين مع طبق سلطه خضراء وعصير المانجا اللي هعمله واتعشت. ايه الصوره الحلوه، الهرم الغذائي جوه الفرن يتكلم مصري. سوري، صينيه الرز بتاعتنا من الفرن ونشوف ايه الاخبار. اللهم صل على النبي، عينيا حاضر. لا لسه شويه خليها ابص عليها اهي حبيبي حبيب والديك. تعالوا نعمل سموز المانجا بالزبادي. اللهم صل على النبي. وريني شطارتك يا مغازي. هو ده الرز بتاعنا اخباره ايه؟ اللهم صل. جبنه ساحت؟ طبعا ساحت. الطاجن ده بيتكلم مصر بكل تفاصيله. اللهم صل. الهرم الغذائي جوه كسرولة الازاز في كل حاجه. بروتين موجود، كالسيوم موجود، معادن موجوده، بوتاسيوم موجود. حلقات النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها خبره طهويه زي ما وعدت حضراتكم. الفراخ البانيه سؤال سوشيال ميديا الاجابه عليه عمل النهارده، عملناها بكل تفاصيلها. معايا الهرم الغذائي في قلب الكسرولة لطيف وجميل، يحتوي على البروتين وكل المعادن وكل الالياف. معانا عصير مانجا بيتكلم مصري بطعم النعناع المصري، ويا بتاع النعناع يا منعنع. حلقه النهارده رؤيه فن ابداع بتناسب كل افراد الاسره صغير وكبير. وحابب في نهايه الحلقه كمان بهني كل طلبه الثانويه العامه في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه اللي نجحوا واللي ما صادفوش الحظ، وان شاء الله السنه الجايه هيبقى من المتفوقين وينجح ويفرح اسرته. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري.